النهارده كمان تم الاستقرار على انضمام احمد ياسر ريان على سبيل الاعاره الى سيراميكا كليوباترا لمده 6 شهور، وده قرار مهم جدا. الناس اختلفت، لا في حكمه، بعض الناس في حكمه. مهاجم احمد ياسر ريان مهاجم متميز، هو مستقبل راس الحربه في النادي الاهلي ومنتخب مصر باذن الله، بس عايز وقت كافي للعب، عايز فرص كتيره للمشاركه. وجود ولتر بواليا ووجود محمد شريف ووجود مروان محسن والابقاء على صلاح محسن ايضا، بنتكلم على 4 رؤوس حربة كلهم ما شاء الله بخبرات عاليه جدا. فلما يبقى فيه مهاجم صاعد بهذا الشكل يا باشمهندس، من المفيد انه يعار. شجاعه منه، حكمه من النادي الاهلي، الفرقه اللي رايح لها تقريبا مش هيحس بغربه. فانا بقول لك خطوه باذن الله تكون موفقه بالنسبه له، لان احنا كل يهمنا دلوقتي ان لاعبتنا اللي في المنتخب الاولمبي ياخدوا كامل الفرص. صلاح محسن بيلعب في النادي الاهلي بشكل معقول، واكرم توفيق بيلعب، واكرم توفيق بيلعب، وبيكهام بيلعب. صحيح، اللي كانت نتيجه الزحمه في الحته دي مش نتيجه الكفاءه خالص، فترات نزول ما تسمحلوش ان هو يعني ياخد الفرص الكامله، الخبرات اللي هو محتاجها. انتقاله في التوقيت ده انتقال موفق.